الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر الله لنا صنفين من الناس متقابلين، نعم، منفق غني يدفع المال إلى الفقير، ومراب اتجاه المال يذهب فيه من الفقير إلى الغني بسبب نعم. الإنظار بزيادة والتأخير بزيادة، صفتين متقابلة. ثم ذكر الله بعدها يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الحكمة الإحسانية الأخلاقية في المجتمع المسلم تمنع النفس من الجشع والطمع واستغلال حالة الضعف الموجودة لدى الطرف المقابل، استغلال هذه الحالة بالزيادة، نعم. لأن بالفعل إرادة المدين في هذه الحالة وهو معسر إرادة منقوصة، وسيرضى بأي يعني تأخير أيا كانت شروطه وأحكامه، لأن إرادة منقوصة. لذلك وصف الله جل جلاله بأنه بأن الزيادة عليه في هذه الحالة ظلم. هذه الآن هذا بالنسبة لحفظ مصلحة المدين. هناك حكمة متعلقة بالدائن. ما هي الحكمة المتعلقة بالدائن؟ هي تطهير نفسه من الجشع والطمع، أنه إذا كانت النفس تطمع حتى في مثل هذه الحالة فلا شك أن النفس قد وصل فيها تغلغل حب الدنيا وعبودية الدينار والدرهم إلى درجة تطمع فيها في مثل هذه الحالة وهذا الوضع، ولا شك أن هذه الحالة تكون حالة سيئة جدا تصل إلى التحريم في الشريعة. Yeah.